تتضايقي لو سجلت الحوار عشان يبقى سهل في التفريغ؟ نوشور تفضلي طبعا. طيب اوكي مدام زيزي. ما بلاش مدام دي، خليها زيزي بس. اوكي زيزي، قوليلي بقى ابتديتي الموضوع اللي انت بتشتغلي فيه ده ازاي؟ من 20 سنة كنت متجوزة وجوزي كان بيشتغل في الخليج، واكتشفت في اجازته انه صاحب عليا واحدة، والواحدة دي اعز صاحبة ليا، وفي مصر مفيش قانون يمنع الرفق. يعني ايه؟ يعني لو راجل في شقة ومعاه واحدة مش متجوزة مفيش حد يقدر يعمل لهم حاجة، حتى لو بلغتي عنهم ما يحصل لهمش أي حاجة. مفيش قانون في مصر يمنع ده، ما يعتبرش لا هو زاني ولا هي، يعني مرافقين. طلقتي طبعا؟ طبعا، وطبعا ما خدتش منه أي حاجة، فقررت إني أشتغل، ما عرفتش لغاية لما اتعرفت على رجل أعمال ورفقته وعملت منه فلوس كويسة قوي. بعديها اتعرفت على ستات ظروفهم زي ظروفي بالظبط، عرفتهم على رجالة أصحاب الرجل اللي أنا كنت مرافقاه، وابتدى مشواري اللي بعتز بيه. بتعتز بيه؟ يعني عشان القانون معرفش ياخد لي حقي قررت أستغله وعملت فلوس كتيرة قوي من الموضوع ده. طب ده قانون البشر، ربنا بقى. أنا ما نمتش مع حد، أنا تبت. أنا كل اللي بعمله إني بعرف فلان على فلانة. أنا عارفة إنه ده غلط، بس انتي مكاني تعملي ايه؟ ما هو في الاوتيلات واصحابها بيعملوا اللي انا بعمله بالظبط. ازاي يعني؟ يعني لو راجل راح اخد اوضه في اوتيل والست جات له، محدش بيسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ يعني بيسهلوا اللي انا بعمله بالظبط. طب قولي لي بقى، يعني طبيعه الرجاله اللي بتيجي دي بتبقى ايه؟ رجال؟ لا يعني قصدي شباب كبار فقراء اغنياء. ايه؟ كلهم متجوزين. متجوزين؟ ده الطبيعي، لأن الراجل من مراته ما بيطلبش الحاجات اللي بيطلبها من البنات اللي عندي، وما يقدرش يقول لمراته تعمل له الحاجات اللي البنات اللي عندي بيعملوها له. غريبة دي. عارفة يا إنشي، لو الراجل طلب من مراته حاجة وعملت له اللي طلبه يشك في سلوكها. الرجالة دي يا إنشي تركيبة معقدة جدا. ثانية واحدة، يعني انت عايزه تقولي لي ان لو واحد طلب حاجات معينه من مراته ما رضيتش تعملها او ما عرفتش، يبقى كده هيتهمها بعدم الخبره لانها ما اتجوزتش قبل كده وما عرفتش حد، ولو طلب منها الحاجه دي وعملتها وانبسط يعني هيتهمها ان سلوكها بطل؟ بالظبط كده، يعني في الحالتين بتتلام، هي دي المشكله الاساسيه. عارفه لما انا كنت محترمه حلوه قوي، لما كنت محترمه دي مش كده، كنت فاكرة إن الموضوع ده بيحصل عشان نجيب عياله بس، يعني أنا برضو كان عندي مشكلة. يعني أنت عايزة تقولي لي إن المشكلة الأساسية بين الراجل والست هي الجنس؟ يعني تقدري تقولي الثقافة. لو الست اتثقفت قبل الجواز يتقال عليها قليلة الأدب، والراجل بيتثقف في الحاجات دي من شوية أفلام مش حقيقية أو من الستات اللي بيجوا في حياته وان نايت ستاند. ليلة واحدة وخلاص يعني. قولي لي أنت شكلك متعلمة، أنت دارسة إيه؟ أنا خريجة آداب إنجلش. أنا وصغيرة كنت بخاف من كلمة آداب دي، عارفة يعني آداب وبوليس الآداب وكده يعني. بس الآداب دي غير الآداب دي خالص. أنتِ عارفة يا إنجي، عشان يكون في صح لازم يكون في غلط، فهمتيني؟ قولي لي أنتِ رينج الرجالة اللي بيقولك دول من سن كام لكام؟ يعني من 35 ل 55. مفيش أكبر من كده؟ لا أنا بفضلهم ماكسيموم 55، بعد 60 بقى خلاص الراجل يقعد جنب مراته ماتش اعتزال بقى، دي أصالة الرجالة. مسخرة والله. هو أنتِ لسه شفتي حاجة؟ لا هو أنا عايزة أشوف بصراحة. بصي هقفل التليفون ده بره التسجيل خالص. لا أصلك عجبتيني بصراحة، عايزة أسألك شوية حاجات. عينيا ليكي. ليه بقى؟ الراجل اللي بيجيلك ده يعني بيقعد يشتكي من مراته بقى قبل ما يعمل أي حاجة؟ طيب انا كده جهزت مقال عن استغلال الدين غلط في خلق مجتمع ذكوري، ودي بقى تبقى سلسله من مقالات اسبوعي. الله، موضوع حلو قوي يا انجي، بس عايزاكي تبصي على الموضوع ده كمان. رجل اعمال، ده الاسم الثابت للصفحه، كل مره هنناقش قصه رجل اعمال جديده سواء كويس او مش كويس. قليل لما تلاقي رجل اعمال كويس، طالما في فلوس يبقى في فساد، والجانب النسائي لازم يبقى موجود طبعا. خلاص نتحبس بعد اول عدد بقى ونخلص. احنا مش هنكتب اسماء اصلا. خلاص نكتب اول حرف من اسم او اول حرف من اسم ابوه، اهو بدل ما نتحبس نتخطف من الشخص نفسه.
لا بس عايزه اقول لك حاجه، ولا حروف ولا اسماء، خلينا نكتب ونسيب الناس تفكر، والناس مش غبيه هتعرف اكيد. طبعا الناس زادوا وعيها في الفتره الاخيره وبقت تفهم كل حاجه. طب نرجع لشروط تاني بقى. طيب دلوقتي بقى فاضل تحقيق لازم نفكر فيه. عزه عامله مفاجاه في الموضوع ده. طب غير التحقيقات في ايه تاني؟ في جنسيات ورجال. انا ممكن اكتب الاسبوع ده عن راجل لبناني. انا هكتب في رجال وطباع، انا هكتب عن راجل بخيل. اخي ايه ده، ايه الصفه دي؟ علشان هي صعبه ومقززه هكتب فيها. لا اصل البخيل ده مش بخيل في فلوس بس، ده بخيل في كل حاجه. انا هكتب في الموضوع ده في كل زواياه. طيب ايه، مش هنبتدي شغل بقى ولا ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ كله حلو. اهلا. ما لسه بدري، احنا بقالنا يعني 10 ساعات بنشتغل. انت كنتي فين؟ نعم. عايزه ايه؟ انا مش قايله لكم اعمل لكم مفاجاه؟ احنا هنعمل تحقيق تحفه. ها قولي. هجيب مدام زيزي وواحد من الزباين بتوعها. مين زيزي دي؟ ايه ده، ما تعرفيش مين مدام زيزي؟ لا. دي واحده عندها بالدهاره بس. ايه؟ لا للكبار قوي. هجيبها هي والزبون بتاعها. خلاص انا قلت لكم احنا اتحبسنا. لا لا استني بس استني. احنا هنعمل ريبورتاج معاهم هما الاثنين بس من غير ولا صور ولا اسامي. ورينا شطارتك بقى يا انجي. وعلى فكره هي اصلا هتقول لك كل التفاصيل لوحدها. حلو قوي. شكرا. اتحبسنا؟ اتحبسنا. اتحبسنا. صح النوم يا بطه. ايه ده؟ يعني سلامتك. صباح الخير. صباح الفل. عامله ايه النهارده؟ الحمد لله احسن من امبارح. طب ما صحيتنيش ليه؟ ده ما صحيتي عشان اقوم اساعدك. يا حياتي انت كنت نايمه زي القتيل. صعبتي عليا والله. والله الضغط العصبي بتاع البرنامج ده خليني بقالي كام يوم مش عارفه انام اصلا. عارفه. طب يلا قومي عملت لك شاي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شفتي بقى؟ انا هجيلك كل يوم يا حياتي افطر عندك. تنوريني يا قلبي. ايه ده، كل دي مكالمات؟ يا نهار ابيض، اكيد في مصيبه. لا ما تقلقيش، خير ان شاء الله. لا مش خير، في حاجه اكيد. الو. الو. ايه سناء، صباح الخير. فكرت حمزه والست اتعدت ل 2 مليون مشاهد على يا شيخ. كل ده في 12 ساعه بقى. لا لا قولي كده من الاول. اتنين سبونسر كبار جدا يا اخي. كام سبونسر يعني؟ بقول لك اتنين كبار جدا بس شريف. طيب مين؟ صباحك فل يا عسل، هشوفك خلاص اول ما يجي. يلا باي باي. باي. احكي لي. وشك حلو عليا. صدقي ان 2 مليون مشاهد لغايه دلوقتي شافوا البرنامج على اليوتيوب، وكمان وكاله الاعلان جابت لنا شركتين كبار جدا ينزلوا سبونسر للبرنامج، ودي اول مره تحصل في تاريخ اي برنامج من اول حلقه عرض. يا بنتي مش بقول لك البرنامج ده مختلف. مبروك. يس. انا مبسوطه 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 جدا. وانا كمان مبسوطه. طب يلا تعالي اشربي الشاي عشان تروحي تشوفي شغل. لا يا حياتي انا هفضل قاعده معاكي لحد ما حد يجي لك. تعبيتها ولا ايه؟ انا مش عايزه حد يقعد معايا، وبعدين يا ستي لو احتجت حاجه هنزل لماما. بس انا هتنزلي لمامتك ازاي بالمنظر ده؟ هتقولي لها ايه بقى؟ مالكيش دعوه، هقول لها وقعت من على السلم، هقول لها اي حاجه. طيب يا ستي انت بقى الموضوع ده، لاني هفضل قاعده معاكي لغايه ما حد يجي، وكمان هقوم اعمل نفسي فطار. يا بنتي انت مجنونه. يس مجنونه اهو.